نستذكر المحاضرة، نستذكر المحاضرة اللي قبلها حتى نكون يعني oriented. احنا حكينا قلنا hypertension in a pregnancy هو when occur in the second part of a pregnancy، يعني first trimester after 20 week gestation. hypertension in a pregnancy قسمناه قلنا هو ممكن hypertension alone or hypertension of the proteinuria or proteinuria alone. اوكي، hypertension in pregnancy قلنا very important. why? because it is common. زين، second serious disease ممكن patient completely healthy ما به شيء and with serious complication for example with eclampsia, renal failure, CVA, fetal distress, fetal death. النقطة الثالثة والمهمة usually this disease asymptomatic يعني unless complication، يعني مريضة إذا ما أعطيت clinical care ممكن reach to advanced stage or presented with complication هي ما تعرف نفسها hypertension. فلهذا we have to focus on this condition and we have to have high index of suspicion in any patient. وعادة اكو عندنا certain risk factor حكيناها بالمحاضرة السابقة لازم نركز عليها، مثلا جتنا مريضة بالانتينيتال كير during booking visit تكون عمرها صغير برايم جرافيتي او عندها certain medical disease or obese او عندها family history، نقول هاي المريضة ممكن can develop hypertension in a pregnancy so we have to follow this patient. حكينا على التريتمنت قلنا هي اما اوت بيشنت او ان بيشنت. بالنسبه للبريكلامسيا اوت بيشنت تريتمنت اذا كانت مايلد تو مودريت ديزيز، ان بيشنت تريتمنت اذا كان سيفير. وقلنا السيفيريتي تعتمد على الريدنج اوف بلود بريشر على البريزنس اور ابسنس اوف بروتين يوريا. طبعا هو التريتمنت اللي هي الكيوراتيف تريتمنت هي ترمينيشن اوف بريجنسي، بس احنا ممكن وحده فيت فور ترمينيشن اوف بريجنسي ممكن بريزنتد وذ ايرلي جستيشن، مثلا تجي هي 28 ويك جستيشن وذ هايبرتنشن، سو وي هاف تو ريتش تو سيرتن ماتوريتي. فلهذا من نختار مانجمنت الهايبرتنشن لازم نعتمد اول شيء سيفيريتي اوف ديزيز، يعني اذا كان سيفير زين مثل ما قلنا ان بيشنت وسم تايم انديكيتد فور ديليفري، حكينا الانديكيشن اوف ديليفري. إذا كان ويحكم لنا الشيء الثاني قلنا severity of disease gestational age، إذا كانت term pregnancy we have to deliver the patient to save to reduce risk fetal and maternal risk، بس إذا كانت preterm ممكن نحتاج نطول pregnancy أكثر. الثيرد ثينج fetal condition ممكن هو reduce fetal distress from hypertension زين indicate termination. فلهذا we have to treat ونوصل النتيجة إلى هو شنو minimum injury to the mother، احنا اهم شيء عندنا المذر with acceptable gestational age. اقصد ب acceptable يعني اذا وصلنا مثلا البريجنسي فرضا هي اجتنا 28 اسبوع قدرنا نوصلها ل 34 ويك صح بريكير، بس this is acceptable with ممكن viable. ومينيمم كوميونيكيشن مثل ما قلنا للمذر والبيبي. زين عندنا certain indication حكيناها كلها المحاضره السابقه، قلنا اذا كانت patient with severe hypertension and response to two maximum dose of medical treatment، وحكينا medical treatment قلنا هي المثل دوبا ما مكتوب بالمحاضره قلت لكم اكتبوه ضيفوه، واللابيتولول first line والسكند line عندنا قلنا الكالسيوم channel blocker والابريسولين، او اذا كانت maternal complication مثل renal failure pulmonary edema، او اذا كانت presented with eclampsia eclamptic fetus هي محاضرتنا اليوم، او اذا كانت fetal indication مثلا fetal distress fetal death abruption placenta، كلها هاي indication for termination regardless gestational age. يعني ما نهتم ممكن مريضة يعني regardless في دس إذا مريضة صارت كلاسيك هسه ما كانت 24 week we have to terminate. تمام شباب انتبهوا وياي، وإذا عندكم أي نقطة أو أي استفسار كتبوا بعدين نتناقش فيه. هذا اللي حكيناه عن محاضرة الملخص المحاضرة السابقة. وقلنا هو شنو disease of endothelial dysfunction، هو عادة يكون الباثوفيزيولوجي from early gestation لكن presentation late، يعني الكوميونيكيشن او الباثوفيزيولوجي ما تبدي اول ما تصير المريضه بريجننت، هاي المريضه هي ممكن تصير هي بعدين بريكلامسيا، بس احنا اندتكتد وايل تكون اسمبتوماتيك presentation after 20 week gestation، يعني ما راح يصعد ضغطها ولا تصير بروتينيوريا الا اللي هو after 20 week gestation unless certain condition اللي هي مثلا مريضه with chronic renal disease او مريضه with connective tissue disease or molar pregnancy، دول راح يكون presentation مالتهم early. زين وقلنا the presence of the trophoblastic tissue
هو اللي اساس هو المشكله بالديزيز. زين، فلهذا اذا مثلا هي مونربل نيرسين تعد ما ماخذين اتش مون راح يكون هي جست بلاسنتال تيشو ممكن اسوشيتد وذ بري اكلامسيا. هذا الملخص مال المحاضره القديمه، ويا رب تكون قريتوها على مود تكون هسه اورينتد المحاضره اللي التكمله مالتها. عندنا هاي اسسمنت اسئله راح اسالكم ونشوف اذا والله تجاوبون على المحاضره السابقه. بري اكلامسيا نيفر اوكير بوست سيزاريان سكشن. أبقى أحد يجاوبني true or false؟ شباب تسمعون؟ نعم تمام نسمع. اوكي كله زين، فحاولوا تفاعلون شوي حتى تفهمون. ما تعرفونه احنا بديش المحاضره ظهرت مقالنا قلنا هي البري كلامسيا ممكن راح تصير من السكند هالف اوف برجنسي من التوت ويك، ممكن تصير انتي بارتم يعني قبل الدليفري، ممكن انترا بارتم دورين دليفري او بوست دليفري اللي هي سواء في جامل دليفري او سيزارين سكشن، وهي تكون اعلى نسبه هي بوست دليفري. يعني مالي بتجيب 40% راح يكون افتر 24 اور اوف دليفري يصيرون اللي هي كلاسي او بريكلامسي. فهسه هذا نيفر اكير بوست سيزرين هاي فورس. لازكس از فيرست لاين دراج فور كنترولينج بوست دليفري اليفيتد بلاد بريشر. ذيس از فورس. اذا هاي راح احل لكم اياها ليش حكينا قلنا هو الباثوفيزيولوجي او هو اللي راح يسبب البريكلامسي هي ريديوس انترا فاسكولار فوليوم اكسترا فازيشن اوف فلويد. لهذا المريض بريزنتد اديما، فاحنا اللوجيك راح نعطيها لازكس راح يزيد اللي هو اصلا ريديوس انترافاسكولار فوليوم راح ينزل بالزايد. هذا ايش راح يسوي لنا؟ هايبر كوجولابيتي ستيت وممكن تصير المريضه ثرومبو امبولزن. فاللازكس ما نعطي كتريتمنت مثل ما شفتوا تعددنا التريتمنت مال انتي هايبرتنسف ما نستخدمه الا سيرتن انديكيشن مثلا مريضه صارت بالمنار اديما نضطر نستخدمه. ثيرد بيشنت وذ بروتين يوريا 3 بلس اند 140 اوفر 100 از كانديديت فور اوت بيشنت مانجمنت. اكو احد يجاوبني ترو اور فولس؟ احنا بالمحاضره السابقه ظهر ولا واحد قاريها قلنا هو الهايبرتنشن السيفيرتي تعتمد عليه من على البلد بريشر وعلى بروتين يوري. وز بروتين يوري 2 بلس اند 1 ذيس از كيس سيفير ديزيز. بلد بريشر اذا كان 1 في 60 over 110 this is severe. بس اذا كان بروتينوريا regardless blood pressure this is indicate severe disease. فلهذا راح يكون inpatient treatment not outpatient. Why? Because when proteinuria present this is severe disease we expect complication rapidly occur. Complication هي شنو؟ مثل renal impairment rupture of placenta eclamptic fit. زين كلها سيريس كومبليكيشن. وعاده احنا نخلي ببالنا البري كلامسيا مو مثل كرونيك هايبرتنشن هم حكيتها بالمحاضره السابقه. كرونيك هايبرتنشن المريض يجوز يبقى سنوات ماكو مشكله عنده ضغط وياخذ حبوب مال ضغط. البري كلامسيا ممكن هي اليوم صارت بري كلامسيا ورا اسبوع او خمسة ايام تجي وذ رينال امبيرمنت رينال شت داون او تجي وذ كومبليكيشن. ليش؟ لان هي اندوثيليال دامج شكو اندوثيليال بالبدي راح يصير به دامج مو بس بالبلد بريشر. فلهذا ممكن ليفر دامج رينال دامج سي في اي كلامتك فيت. فهسه هاي نقطه خطا. بيشنت وذ بري اكلامسيا يوجوالي هاز لو هيموجلوبين. شو تقولون ترو اور فورس؟ فورس دكتور. لان عاده هو شنو؟ ريديوس انترافاسكولار فوليوم راح يكون هيمو كونستريشن. بالعكس راح يعطينا فولس امبريشن بان هي هيموجلوبين ليفل اوكي. فيث The presence of fetal tissue is a prerequisite for the development of preeclampsia. ننتبه هاي طبعا هاي اللي انا كتبت لكم اياها عشان تعرفون شلون تجاوبون الام سي كيو. Fetal condition, fetal tissue. احنا شوف هاي تلاعب بالكلمات، هي مو fetal tissue، احنا قلنا placental tissue of or trophoblastic tissue. والدليل المريضه اللي هي مولر بريجنسي gestational trophoblastic disease without baby بس just trophoblastic disease develop preeclampsia. فهاي تكون false. تمام؟ هسه نبدي محاضرتنا مال اليوم اللي هي جينيك كومبليكيشن اوف هايبرتنسيف ديزيز ان بريجنسي. اول كومبليكيشن اهم كومبليكيشن هي اكلامسيا. زين اكلامسيا ديفايند از كونفولشن ان اسوشيشن وذ ذا فيتشر اوف بري اكلامسيا انسيدنس 4.9 بال 10000. ايش نقصد به؟ يعني مريضه عندها هايبرتنشن ان بريجنسي or proteinuria or hypertension and proteinuria and previously completely healthy مريضه presented with generalized tonic clonic convulsion. فشو يسمونها؟ بري اكلامسيا او اكلامسيا كانوا يسمونها
ما حكيتش انا بديش المحاضره ليش يسمونها توكسيميا؟ هو ما عندنا شيء تسموه، بس هي الناس تعتبرها مثل السم رابيدلي بروجريسيف، يعني المريضه كل شيء ما بيها زين تبدي فيتشر اوف بري اكلامسيا وبعدين تنتهي باكلامسيا. كيس فيتاليتي ريت 1.8% and 35% of women will have at least one major complication. يعني هو ممكن 1.8 end with death, 35% end with insult. يعني ما راح يكون completely healthy ورا climatic fit. Seizure هسه هاي مهمة. شوف ال percentage 44% occur postnatally. يعني هم أغلبهم راح يكون post delivery. هو إحنا post delivery المفروض من المريض delivered بعد يطلع المفروض بالعكس ريليف اوف سيمتوم، بس احنا شنو الاشكال؟ ليش يصير؟ راح يصير عاده اللي تفسرت هاي النقطه يصير شويه نيجلكشن، يعني احنا المريضه بالبدايه خايفين عليها انتي ناتال كنترول بلاد بريشر واقفين على راسها جاست ديليفرد احنا شويه عندنا يصير عندنا ريليف نقول ايه الحمد لله، بس هي المشكله جوست شوتنج اوف بلاد بريشر راح تصير فت. فلهذا شافوا 44% بوست نيتالي، يعني المريضه من تجيب نبقى قلقين ولازم نتابعها اقل شيء 24 ساعه. انتي بارتم يعني المريضه بعتي ستيل نوت ديليفر 38%، ان انترا بارتم يعني المريضه جوز هي ديورنج ليبر ديفلوب اكلامتيك فيت. باثوفيزيولوجي ليش المريضه فيت؟ ليش يصير ثوت تو انفولف سيريبرال فازوسبازم ليدنج تو اسكيميا اند سيريبرال اديما، يعني راح اذكر سيريبرال اسكيميا ليدنج تو اكلامتيك فيت. دايجنوستس طبعا دايجنوستس اوف اكلامتيك فيت هو كلينيكلي ما عندنا فت فحص او فت شيء. كلينيك يعني ما نعتمد second half in pregnancy up to 10 day after delivery، هاي النقطة نأكد عليها، يعني مو مريضة تجينا first trimester 12 week fit نقول هي acclimatic fit، لا زين يجوز هي epilepsy يجوز other cause، بس إذا كان second half يعني after 20 week gestation up to 10 day after delivery. تكون الفت شنو التايب مالتها؟ generalized tonic clonic in type following by brief period of coma زين excitability or hyperreflexia prior to onset of seizure، وهي يسمونها imminent eclampsia. انتم ان شاء الله من تداومون بالمستشفى تجي مريضه اقول لا هاي اخاف من اثر راح تصير فت، اللي هي شنو هي؟ تجي مريضه irritable dizzy headache epigastric pain زين هاي شنو؟ تكون راح فلهذا راح تكون اذا احنا admission to the patient راح تكون should be nurse تكون غرفه هادئه حتى يكون اللايت اللي هو اكسسيف لايت ممكن نسوي له اكسسيرفيت او ممكن ديفلوب فت. فايش راح تكون اكزايتابيلتي المريضه؟ دايجنوسيس ستريت فورورد وين كونفولشن ان بري كلامسيا وومن 38% دو نوت هاف استابليش بروتينوريا اند هايبرتنشن بيفور ذا فيرست فت. اند الوت وذ نو انتينتال كير، هاي النقطه مهمه ليش قلنا؟ قلنا هي المريضه سيمتوماتيك عاده ديفلوب هايبرتنشن يجوز طول الفتره هي ضغطها مثلا 140 اوفر 100 زين بروتين جزء يتكون بلس تو بلس المريضه نجلكتد ما تروح الطبيب فما تحس ما تعرف نفسها هايبرتنشن انلس فجاه يجيبونها اهلها يقولون فجاه انصرعت فهذا شنو هو؟ ان دايجنوز بري اكلامسيا بوست اكتل فور اباوت 30 مينت يعني المريضه من صرفت راح تبقى تقريبا 30 مينت اللي هي بوست اكتل مثل ما شايفين جماعه الابيلبسي نركز على الوقت يعني انا مو مريضه صارت عندي فت وبقيت لها اربع ساعات خمسه هي كوماتوز ذيس از ابنورمال اللي هو يوزوالي 30 مينت كوما لوكالايز ساين رايز ذا بوسيبلتي اوف سيربرال اكسيدنت احنا قلنا هسه الاكلامسيا هي باثوفيزيولوجي سيربرال فازوسبازم تصير جنرالايز تونيك كرونيك فيت زين اذا كنترولد اند تريتد هي كنترول هسه نجي المانجمنت مالتها اذا احنا شخصنا المريضه كنترول بلد بريشر كنترول للفت ترمينيشن اوف برجنسي المفروض المريضه كيور وما عندنا مشكله. مرات مريضتنا نفس الشيء يصير عندها كوما تبقى فتره طويله. لوكلايز ساين مثلا راح يصير لوكلايز فت بس ايتها او بس رجلها ذيس از انديكيت اكسيدنت يعني صار كومبليكيشن بعد صارت مثلا سي بي اي. ولهذا احنا مو كل مريضه ندسها سي تي سكان او كل مريضه ندسها نيورولوجيكال اسسمنت اذا هي فت، احنا هسه بالاوبستريك وورد صارت عندي مريضه كلامتك فت وهاي شغلتنا كنترول بلد بريشر كنترول الفيتو بريفنت اند ترمينيشن ما احتاج ادز النيورولوجي بس المريضه اذا صارت كوماتوز لوكالايز ساين او ريسسبيلتي اوف اكسيدنت نحتاج سي تي سكان. مانجمنت احنا المريضه اجتنا اكلامتك فيت زين وانا الدكتور اون كول عندي النقاط اللي اعتمد عليها بالمانجمنت هي جنرال ميجر اللي هي اي بي سي باي مكان بس نحكي عليها
تريتمنت اند بريفنت فيت. انا هسمي ده فيت، لازم اوقف الفيت وبريفنت فردر فيت، وراها كنترول هايبر تنشن، وراها ترمينيشن اوف برنسي. فهي هاي خطوات المانجمنت اوف بيشنت وذ كرانك فيت. فنجي خطوه خطوه. جنرال ميجر كول فور هير maintain the integrity of airway, administration of oxygen, and avoid swine hypotension. Strict monitoring of the patient, pulse, blood pressure, respiratory rate, oxygen saturation every 15 minutes, reflexes and urine. بس كل نقطة هي لها indication. احنا مو هيك ابدا مريضة. Call for help لان هي هاي serious condition نحتاج احد ويانا. ليش؟ هسه مثل ما شفنا لازم هي جنرال تونيك كرونيك فيت مثل الابيليبسي. اذا تشوفونه يوقع قدامكم ممكن تانج بايتنج، ممكن يأذي نفسه. زين فانتجريتي اوف اير واي اوكسجين، واحنا المريضة لان جرافيتي ترس اذا نامت على ظهرها ممكن تكون سوباين هايبوتنشن، واحنا ما نريد يصير سوباين هايبوتنشن. زين ستريك مونيتورنج شرح البلس بلد بريشر لان هي اصلا هايبرتنشن، ريسبيرتوري ريت، اوكسجين ساتوريشن لان هي المريضة فيت every 15 minutes, reflexes and urine. Reflexes لأن قلنا هي المريضة تكون irritable, hyper reflexive. واليورين اوتبوت ليش؟ احنا هسه من نجي مانجمنت او نعطي تريتمنت اغلب التريتمنت هي تطلع باليورين، فاذا ماكو يورين اوتبوت راح يصير المريضة راح يكون توكسيسيتي. هاي شغلة. واذر تريتمنت افكت الريفلكسز، فاذا صار توكسيسيتي راح يكون ابسنس اوف ذا ريفلكس. فلهذا ذني مهمات، يعني اول شارت ابدي بي اخلي ذني النقاط قدامي. النقطة الثانية قلنا treatment and prevention of further fit. Most convulsions are self-limiting and anticonvulsant to prevent further fit. يعني الفكرة من أعطي anticonvulsant حتى prevent further fit. والله هي first fit راح تكون مثل ما قلنا هي generalized tonic chronic short lived and ended with post ectal state اللي هي 30 minutes. بس أنا لازم أعطي treatment. ليش؟ لأن ممكن ما طول الضغط صاعد وما طول المريضة not delivered ممكن develop another fit. شنو البريفنشن؟ نستخدمه مغنيسيوم سلفيت از ذا تريتمنت اوف تشويس. ليش قلنا مغنيسيوم سلفيت تريتمنت اوف تشويس؟ بيكوز بريفنت فردر فيت. ممكن اكو ادويه ثانيه مثل هي دايزبام فينيتون اللي هي انتي كونفلسنت اللي يستخدموها جماعه النيورو، بس ذنيش الادويه تريت ذس فيت بس نوت بريفنت فردر فيت. فلهذا احنا بريفنشن نستخدم مغنيسيوم سلفيت. مغنيسيوم سلفيت 5 جرام اي في اوفر 5 تو 10 مينت بلس فلون باي مينتنس انفيوجن 1 جرام بير اور. نفتهم التريتمنت مالته هو عندنا بلس دوز وبعدين نبقى 1 جرام بير اور هو مينتنس دوز. ايش قد نبقى على المينتنس دوز؟ مينتنس ثيرابي شود بي كونتينيو فور ات ليست 24 اور اوف ذا لاست فيت. يعني المريضه اليوم 8 الصبح صارت فيت، ابقى ثاني يوم 8 الصبح يلا اوقفها. اكسكريتد ثرو ذا كدني سو يور اوت ووت شود بي مونيتور. هو راح يكون اكسكريشن. فلهذا loss of deep tendon reflexes, confusion, then respiratory depression are the sign of toxicity. Toxicity ما تشرح تكون شوف ايش قد سيريس هي respiratory depression. احنا ليش ناكد على toxicity؟ هو ماكو دراج تعرفون ما به سايد افكت، بس مشكلتنا وين المغنيسيوم سلفيت يسميه short therapeutic index او short therapeutic window. ايش تقصد بها؟ يعني هي therapeutic dose احتاج 1 جرام بير اور. هاي المريضه بس قلل اليورين اوتبوت مالتها او باي ميستيك زيدت الريت مكان 1 جرام سويت 2 جرام قبل راح ادخل بالتوكسيسيتي. يعني الفرق بين التوكسيك دوز والثرابيك دوز كلش قليل، فلهذا راح نكون سيريس. هي ماكو دواء ما بي توكسيك افكت مثلا باراسيتول فور اكزامبل او اذر تريتمنت. الثرابيك دوز فور اكزامبل مثلا 1 جرام 2 جرام، بس انا من اوصل 10 جرام يلا ابدا توكسيسيتي، بينما هنا راح تكون شورت ثيرابيوتيك. فلهذا راح تكون ستريكت مونيتورنج. مونيتورنج احنا ما ننتظر المريض لحد ما يصير ريسبيرتوري ديبرشن اند فيلير ويصير ايرفرسبل. راح نشوف الايرلي ساين. الايرلي ساين هي شنو؟ هي لوس اوف ديب تندر ريفلكسز اند كونفيوجن. وطبعا باوع اليورين اوتبوت. ليش؟ لان اغلب المرضى اللي هم بري كانسر راح يصير عندهم ريدوس يورين اوتبوت، واذا ريدوس يورين اوتبوت قلنا اكسكريشن ثرو يورين، فايش راح يصير؟ راح يصير توكسيسيتي. هي الدوز نفسها اللي هي 1 جرام راح يصير توكسيك افكت دو تو ديكريز يورين اوتبوت. اذا شكينا توكسيسيتي او المريضه صارت لوس اوف تندر ريفلكس كونفيوجن، ايش راح نستخدم؟ انتي دوت وكالسيوم جلوكونيت. شنو الميكانيزم اوف اكشن مال مغنيسيوم سلفيت؟ هو السربرو فازوديليشن. اذر انتي كونفرسنت اذا هذا ما متواجد اللي هو فينيتول
زين او دايزيبام قلنا ليس افكتيف باي بريفنشن، هو مشكلته هذول فور تريتمنت اونلي. حدثنا اكو سؤال شباب؟ سمعوني؟ نعم دكتور انا سمعت. بس قلنا الفيت شنو المغنيسيوم سلفيت شنو مشكلته؟ يحتاج ستريكت كنترول او ستريكت فولو اب. ليش؟ لان توكسيكسيتي مالته هي ريسبيرتوري فيلير، ريسبيرتوري فيلير راح تكون سيريس كوميونيكيشن. فالفولو اب مالته من ريسبيرتوري ريت الريفلكسز هي اهم شيء والورن اوت بوت. انتي دوت مالته كالسيوم وجلوكونيت. دكتور شلون نعرف اللوز اوف تندن ريفلكس؟ كلينيكال اكزامينيشن. انتوا خلينا هسه بطنيه داومتم اخذتوا نيورولوجي يعني بالفحص. اي بالفحص يعني نسوي اكزامينيه نفحص. اي نسوي اكزامينيشن. المفروض انت هسه روتيتر اون فور كل ما تفحص المريضه عندك هذا الهامر تضرب على الباتل ريفلكس تكون كلش واضح. تمام لان هي اصلا البريكلامس اكزاجريتنج راح تكون اكثر من الطبيعي، فمن تشوفه راح يبدي يقل هو هذا ابنورمال. هسه النقطة الثانية احنا قلنا هسه أول شيء اللي هي جنرال ميجر، النقطة الثانية قلنا الكنترول فيت، النقطة الثالثة كنترول هايبرتنشن. هي مصايبنا كلها هاي وين؟ من وراء الهايبرتنشن، من وراء البريجنسي. هايبرتنشن ايش راح نسوي؟ افويد رابيد ديكريز. ليش؟ هي احنا عندنا سيربرال انسلت فاللي هي فلكشويشن اذا كان كبير بلاد برشر راح يسوي لنا مشاكل. ايش راح نسوي؟ نقلله بالتدريج. اللي هو ايش راح نستخدم؟ انفيوجن اوف انتي هايبرتنشن. وقلنا بديش المحاضرة نستخدم انفيوجن ممكن هيدرولايزين زين اللي هو ابريسولين التريد نيم مالته او نستخدم الابيتالول. هذا اللي تو درج اللي نستخدم انفيوجن تو كنترول بلاد بريشر. وعاده قلنا كنترول ما انزل انا اي دو 20 اوفر 70 لا مثلا هو كان 140 او 150 اوفر 100 انزل 130 اوفر 80 ذس از اكسبتد. هسه الهايبرتنشن كنترول النقطه الاخيره ترمينيشن اوف بريجنسي. احنا قلنا من الصير serious complication we have to terminate regardless the gestational age تبوا عليه. من صارت المريضة climatic fit خلاص بعد incompatible with complete her pregnancy نهمل البيبي ما لنا علاقة بgestational age. ف بس طبعا after control شنو للفت والبلد بريشر وبعدين نسوي termination after stabilization. هاي نقطة مهمة 46 hour. ليش افتر ستابيلايزيشن؟ انا المريضه مو جايه من الشارع كلامتك فت قبل ادخلها عمليات لان هو اصلا بلد بريشر بعد ستيل اليفيتد وذ ليبر او وذ اندكشن اوف انستيزيا. ايش راح يصير؟ راح يصير شوتنج اوف بلد بريشر بالزايد ممكن اي انديوس كومبليكيشن. فلهذا ستابيلايز ماي بيشنت زين ستابيلايز قلنا بالانفيوجن اوف انتي هايبرتنسيف بالمغنيسيوم سلفيت 4 to 6 اور ذن اسس ذيس بيشنت فور ذا مود اوف ديليفري. تبولي قلنا فور ذا مود اوف ديليفري. ليش؟ ممكن مجال ديليفري ممكن سيزن انسكشن. تعتمد على شنو؟ على الاوبستريك انديكيشن. يعني جوز هي المريضه اصلا هي هاي تو بريفيس سيزن انسكشن فانا ما قاعد اناقش الموضوع. هي هاي خلاص انديكيت فور سيزن. بس المريض اذا كانت فيفربل فور فيجينال ديليفري زين مثلا هي اصلا احنا ممكن يصير هو الفت ديورنج ليبر. جت المريضه وذ ادفانس ليبر 5 تو 6 سنتيمتر دايلتيشن والهيد داون اند فيفربل فور فيجينال ديليفري better for vaginal delivery with shortening of the second stage مثل ما قلنا محاضرة instrument مثل forceps ventus. ليش؟ حتى قلل risk of the operation أو risk of GA أو risk of on the patient. فهذا ايش راح يصير؟ after stabilization vaginal delivery is indicated for a favorable service with good anesthesia or analgesia to shortening the second stage of labor otherwise cesarean section is indicated. يعني اذا توقعها هي برونج ليبر مثلا المريضه تطول 10 ساعات 8 ساعات ما عرفت الريسك اوف كومبليكيشن اوف هايبرتنشن اند الكلامسيه ممكن ترجع عليها الكلامسيه مره ثانيه بيتر فور cesarean section. لحد هنا هسه اعتقد الموضوع واضح ان هي كلامسيه كومن كومبليكيشن ممكن تصير انتي بارتم انترا بارتم او بوست بارتم يعني بوست ديليفري زين. المانجمنت مالتها عندنا اللي هي الجنرال ميجر عندنا كنترول اوف اند بريفنت فردر فيت كنترول اوف بلد بريشر ديترمينيشن اوف بريجنسي افتر ستابلايزيشن. عندنا موضوع مهم هو الفلويد ثيرابي. احنا عاده ليش نحكي عن الفلويد ثيرابي؟ لان هي المريضه الباثوفيزيولوجي مالتها هو ريديوس انترا فاسكولار فوليوم. فاحنا والكومبليكيشن وذ سيفير هايبرتنشن ممكن اني ديفكت بفلويد ثيرابي ايش راح ننتهي بالمنال ايديما زين او فلويد اوفرلود. فايش راح نكون لازم نكون كيرفول وذ ذا فلويد ثيرابي از امبورتنت ان سيفير بري كلامسي اند كلامسي بيكوز لو بلازما فوليوم ديكريز ريجنال بيرفيوجن اند انكريز هيماتوكريت.
accurate recording of load balance. فلهذا المريضة أتى لازم chart input output chart. Maintenance of pulse load 1 liter ringer lactate 12 hour. يعني تقريبا كل يعني تحتاج تقريبا 4 أو 2 liter بال 4 بايت or 2 liter بال 24 ساعة. يعني هي just maintenance اللي هي requirement هاي مالتي. Selective monitoring مرات تحتاج CVV 9 إذا كانت المريضة oliguria or hemorrhage. Selective colloid expansion إذا كان مثلا oliguria يعني هسه احنا قلنا common complication of eclampsia هي راح يكون reduce urine output. إذا صار عنده reduce urine output واحنا هسه تقولون تناقضين نفسك قلنا ما نستخدم لازك صح؟ فلازم احنا نعالج هذا الoliguria. شلون راح نعالجه؟ أول شيء أعطيها فلويد اللي هي requirement مالتها زين؟ ما طلع urine output شو أسوي؟ استخدم colloid expansion هو مانيتول زين مانيتور راح يكون هاي انكوتيك بريشر. ايش راح يسوي؟ راح يرجع الفلويد اللي هي اكسترافازيشن للانترافاسكولار فوليوم. فايش راح يصير؟ امبروف رينال بريفيوجن اند امبروف يورين اوتبوت. زين فالدايوريتيك ان بيشنت وذ بولمونري اديما خليها للاخير. هسه بالنسبه للاكلامسيا اكو سؤال شباب؟ كومبليكيشن الثاني اوف هايبرتنشن ان بريجننسي هو يسمونه هيلب سيندروم. هيلب سيندروم مختصر هو شنو؟ هيموليسيس اليفيتد ليفر انزيم زين لو بليتلت كاونت. يعني مريضه عندها هايبرتنشن زين ايش راح تجي؟ تجي هيموليسيس. شلون نعرف هيموليسيس؟ الهيموجلوبين مالتها قليل ويصير عندها تي كلر يورين، يورين مالتها دارك كلر زين ويعطى اكموسيس دو تو البليتلت كام اند باي انفستيجيشن راح يكون كاونت مال البليتلت مال تقليل اند ليفر انزايم اليفيتد. ومثل ما قلنا دائما نقولها احنا عندنا برجنسي اي برجنسي عندنا فيزيولوجيكال تشينجز. فيزيولوجيكال تشينجز القراءات المختبريه كلها راح تتغير زين. مثلا انا مريضه وحكيناها سابقا مريضة بلاد يوريا مالتها مثلا طلع وين نورمال 45 اللي هو نورمال اب نورمال. بالبرجنس هذا يعتبر اب نورمال. ليش؟ الفيزيولوجيكال تشينجز راح يكون ريدوس بلاد يوريا. نفس الشيء الليفر انزيم عندنا ديورنج البرجنسي فيزيولوجيكال تشينجز الكلاين فوسفيتيز راح يزيد زين. احنا من احكي اقول انكريز هنا عندي راح يكون انكريز بال الاذر انزيم زين اي الات واسات وما ادري زين. هاي كلها انديكيت الهيلث سيندروم. تي كلر يورين زين راح يكون اللون يورين دارك. ليش؟ دو تو هيموليسيس وذ جوندس. طبعا سيريس كومبليكيشن هذا لايف ثريتنينج كونديشن انكريز ماتيرنال اند بيري نيتال مورتاليتي راح يكون ريسكي بالنسبه للمذر وبالنسبه للبيبي. هيموليسيس اليفيتد ليفر انزيم لو بليتلت سيلف ليميتد بات بيرمننت ليفر اور رينال دامج ماي اوكر زين. احنا هنا من صارت هيلب سيندروم هم هي مشكلتنا وين؟ مشكلتنا بالبريجننسي. وي هاف تو ترمينيت بريجننسي. برزنتيشن نوزيو فوميتنج جاستريك بين رايت ابر كوادرنت بين اند كلر اوف يورين مي بي راح يكون هو تي كلر مثل ما قلنا وذ سيمبتوم اوف اكلامسيا او بريكلامسيا مثل ما قلنا هو التريتمنت ديليفري تريتمنت سبورتيف تريتمنت اوف كلامسي ديليفري بليتلت ترانسفيوجن. يعني تعتمد البليتلت مالتي كلش قليل اقل من 40 اي هاف تو ريبليس. اذا كانت كلامسي كنترول بلاد بريشر كنترول اند ديليفر اوف ذا بيشنت. هذا الشيء يسمونه هيلب سيندروم. بس شو قلنا كومبليكيشن؟ شوفوا ايش السيريس كومبليكيشن. قلنا الكلامسي اول وحده والثاني هو الهيلب سيندروم. كومبليكيشن اذر كومبليكيشن بلمنر اديما اند اكيوت رينال فيلير 1-2% اوف بيشنت وذ سيفير بري كلامسي treatment of pulmonary edema with the furosemide and diuretic and oxygen and intensive care unit. Renal failure راح يكون عادة usually reversible if rapid treatment of the condition. هسه بالنسبة احنا للمريضة حكينا على hypertension، حكينا على treatment، وحكينا على complication اللي هي major complication. نجي هنا postnatal counseling and prevention of preeclampsia. قلنا هو واحنا قلنا هو كومن ديزيز وقلنا سيمتوماتيك وقلنا اكو سيرتن ريسك فاكتور. وانا مريضه ممكن هي جتني بالفيرست ترايمستر انا خلي ببالي ممكن هي ديفلوب بريكلامسيا. ليش؟ مثلا قلنا هي تين ايج مثلا عمرها 13 14 سنه وحامل او اذا كانت اوبيس او اذا كانت بريفيوس هيستوري اوف بريكلامسيا او فاميلي هيستوري. هذه كلها حكينا. فاحنا اذا عندنا ريسك انا ما اتفرج على المريضه اول شيء
strict follow-up على مود early detection. والشغلة الثانية أحاول أشوف treatment to prevent development of pregnancy أو أقلها راح تقلل من السيفيريتي مالتها. بس الانسيدنس 7 to 10% من فيرست بريكنسي شو وش قد عالي الانسيدنس مالتنا 1% سيفير بريكنسي 1% من الحوام راح تكون سيفير عندهم. ريكنس ريت النكس بريكنسي 7 to 10% will increase to up to 20 to 30% if eclampsia or herpes syndrome in first pregnancy. يعني عادة المريضة من تصير eclampsia أو تصير hypertension. أول سؤال دكتورة أنا كل حمل راح يصير عندي؟ أنا قلت هي 10% راح يكون ريكرنس. يعني يكون مو عالي حالها حال first pregnancy. بس إذا كانت صارت إكلامسية يعني صارت فيت وصارت هرب لا ممكن هي up to 30% راح يصير أكثر ريكيرنس بالنكس بريجنسي. البروفيشن شنو؟ low dose of aspirin used as early as possible in next pregnancy. يعني مريضة إجتنا قالت هيستري أسئلة أخذ الهيستري مالتها قالت بذاك الحمل صرت هايبرتنشن وفي بريجنسي فهذا الحمل أبدي له أسبرين. زين؟ كالسيوم أبرون مغنيسيوم فيش أويل هاي كلها ثيوريز بس إحنا نعطيها أحسن من الماكو. هسا لحد هنا خلصنا اللي هو شنو بريجنسي سميها اندوس هايبرتنشن. يعني مريضة هي ما بها شيء وصار عندها هايبرتنشن due to pregnancy. عندنا other entity of patient اللي هم chronic hypertension. يعني مريضة diagnosed hypertension وحملت وعندنا هواي مرضى اللي هم ذول الابوف 35 تجي هي مريضة عندها chronic hypertension او هي younger than this age مثلا عندها chronic renal disease وهي اصلا diagnosed as hypertension وحملت. دول شلون نتعامل وياهم؟ complicated 3 to 5% of pregnancy. Pregnant woman with high booking blood pressure يعني هي اول ما تجي هي ضغطها عالي. Either هي diagnosed as hypertension او هي ما تعرف بس هي بعدها اجتني first trimester below 20 week with elevated blood pressure. هذا يشخص بانه ما له علاقه بالبريجنسي just hypertension as a chronic hypertension. زين؟ دول ايش راح يكون عندهم مشكلتهم؟ اول شيء عندنا نقطتين اساسيه، نقطه بان هي اذا على treatment we have to modify her treatment to cope with the pregnancy. يعني مدري اذا مثلا كانت هي diagnosed as hypertension تجي من طبيب باطني كان تاخذ كابوتين مثلا. زين؟ هذا كونترا انديكيتد للبرنسي فايش راح نحول التريتمنت مالتها الى هي التريتمنت اللي هي سيف في البرنسي مثلا اللي هي مثل دوبا او لابتيلول. النقطه الثانيه دوس انكريز ريسك اوف سوبر امبوز بريكانسي. يعني المريضه هي بالبدايه كان عندها ضغط عالي وكنترول توصل للسابع للثامن ايش راح يصير عندها؟ راح يصير سدن شوتنج بالبلد بشر راح يصير عندها بروتين يوريا. يعني شو تحولت؟ تحولت الى بريكانسي. ديليفري شود وي بلان اراوند expected date. احنا مو مثل البريكانسي اذا كرونيك هايبرتنشن كنترول ممكن توصل لل 40 ويك بس ما تصير بوز ديت. بينما بالسيفير هايبرتنشن قلنا لا ممكن ترمينيشن جاست تير يجوز على 36. The need to treatment is usually reduced in first trimester. تعرفون المريضه first trimester راح تكون الدايت مالتها اقل نوزي فومتي. زين فلهذا ايش راح تكون؟ راح تكون ال تحتاج تريتمنت اقل. Change the type of medication with fewer side effects. راح نستخدم علاج و يعني اقل side effect للحمل مثل ما قلنا مثل دوبا مثلا او لابتيلول. Increase maternal and perinatal complication usually to develop or pregnancy. يعني هو كهايبرتنشن الون اذا كنترول راح يكون ريسك اقل بس اذا كان سوبر امبوز بالبريكلامسيا راح تبدي مشاكل البريكلامسيا. هاي ريسك ومن يعمل هاي ريسك اذا كان ماترنال ايج ابو 40 طبعا اولد ايج وحملانه نتوقع تصير هايبرتنشن. duration of hypertension more than 15 يوم مريض عنده لونج ستاندنج هايبرتنشن زين 15 سنه فهذا شنو نتوقع؟ بجوز اصلا هي get pregnancy with complication of hypertension بجوز هي صاير عندها renal involvement زين CVA heart disease blood pressure more than 160 over 110 this is uncontrolled او اذا كانت diabetes renal disease كانت cardiomyopathy correction of the aorta connective tissue disease antiphospholipid syndrome previous pregnancy with pregnancy loss يعني بعد obstetric history دول كلهم راح يكونون high risk pregnancy. بس بالنسبه للكرونيك hypertension مثل ما قلنا او عرفنا هي راح تكون هي يعني هايبرتنشن بيفور بريجنسي او هايبرتنشن دورينج ذا فيرست هالف اوف بريجنسي
مشكلته بالحمل، اذا صارت سوبر امبوز هايبر تنشن او بريكلامسيا راح يكون ريسكي ونحتاج موديفيكيشن اوف تريتمنت. شباب لحد هنا واضح؟ واضح دكتور. هسه شوفوا انا دائما يعني اغلب الاحيان نهايه المحاضره اسئله يا اما شورت او ام سي كيو اساي ام سي كيو. ليش الفكره من عتيه شنو؟ اولا انت تشوف الاستيعاب مالتك، اذا هسه حلينا او اي واحد من عندكم حل نص هاي الاسئله معناها اوكي اكسبتد جاي يفتهم المحاضره. اذا ما حلناها معناها شنو؟ اكو مشكلتين، يا اما المشكله بي ما جاي يوصلكم الحل العفو الموضوع او انتم ما مركزين. فايش راح نحتاج؟ ري اسسمنت. زين؟ فهسه خلينا نشوف نحل ونشوف تعرفون تحلون ولا لا. Most eclampsia fit occur intrapartum، صح لو خطا؟ صح. عافيه. intrapartum قلنا اقل بالنسبه، هي تكون بوست بارتم اكثر شيء والانتينيتال. eclamptic fit is an absolute indication for cesarean section. صح سمين. عافيه. شوف التلاعب بالكلمات، احنا لو صار absolute indication for delivery صح، بس مو cesarean section. زين؟ لان ممكن vaginal delivery او ممكن cesarean section. phenytoin is the drug of choice and prevention of further fit. False. ليش؟ لانه phenytoin اوكي كcontrol fit but not to prevent further fit. prevention هو magnesium sulfate. delivery is indicated with 1 hour of eclamptic fit to prevent further fit. صح لو خطا؟ شوف هنا 1 hour جاي. False. احنا قلنا 4 to 6 hours until control. The patient should be overhydrated. ليش احنا قلنا نعطي with replacement اللي هو requirement مو overhydrated، هو مو المريض احنا عندنا شوك، المريض عندنا dehydrated، المريض مشكلته بال reduce intravascular volume. مثل دوبا is the first line treatment for hypertension with eclampsia. طب قولي مثل دوبا، شوفوا احنا راح تعلمون ام سي كيو. مثل دوبا هو اوكي احنا لسه ترجعون للتريتمنت، هو فيرست لاين تريتمنت صح، بس هنا جت وذ اكلامسيا. احنا قلنا اكلامسيا المريضه تجي انكونشس سيفير هايبرتنشن تحتاج بارنترال، يعني تحتاج انفيوجن. مثل دوبا ما نستخدم انفيوجن. زين ايش راح نستخدم؟ نستخدم لازم اي في. اي في اللي هو شنو عندنا؟ عندنا الهيدرولازين وعندنا لابيتالول. تي كلر يورين از كومن presentation of renal disease with preeclampsia. صح. عفوا. التي كلر هو هيموليسيس، فهي common presentation of HELLP syndrome. التي كلر راح يكون دارك. انا مره مريضه عفوا طالبه جايه تقدم كيس قالت فوكا كلر، فهو هم صح عجبتني، هو مثل البيبسي او مثل الشاي. Abruptio placenta is one of the common complication of preeclampsia. True. Focal fit might indicate cerebral accident. I'm true. True. يعني قلنا هي عادة preeclampsia generalized tonic chronic. بس الفوكال راح يكون يعني complication. Absent reflexes indicate good control of eclampsia. False. False. قلنا indicate toxicity of magnesium sulfate. أكو سؤال بعد شباب؟ بس خلصنا بالنسبه لنا محاضرتين تقرون سوا حتى يكون واحد اورينتد. زين ما تي على الشغله هاي بريكلامسيا من المحاضرات المهمه. ليش محاضرات مهمه؟ مثل ما قلنا هو كومن اند سيريس ديزيز، ويكون راح يكون اسيمبتوماتيك. شوف هاي المريضه شنو السيمبتوم مالتها؟ هدك اديما راح تكون. زين اديما بالهاند نون ديبندنت بارت، فإذا سرعة هيدك قديمة لازم تكون تراجع أقرب العفو مركز صحي. دكتور العفو، بس إحنا ذيك المحاضرة من الحين وصلت للإن بيشنت مانجمنت وانقطع النت، تقدرين تحكي لنا حتى لو إي صار صار أنا عبالي يعني حتى وقت حكيت ايش قد وما أدري شنو ما عبالي مشكلة بالنت، فلهذا ما كملت هسه نرجع عليها. هاي حكينا احنا هنا
هاي clinical presentation منها تجي المريضة. الرابيد ويت جين هم يعتبر يعني فيتشر اوف بريكلامسيا، انكريز بلاد بريشر، بروتينيوريا، اديما اللي هي بالليج والبافينس اوف ذا فيس. لاب تيست حكيناها. مانجمنت اوف بريكلامسيا قلنا هي ان بيشنت اوت بيشنت. حكينا الان بيشنت احنا ذيك المرة، حكينا الاوت بيشنت. اوت بيشنت راح تكون appropriate if blood pressure less than 160 systole and 110 diastole and can be controlled. زين، واهم شيء تكون ماكو نو لو بروتينوريا واسيمبتوماتيك. اذا كان سيمبتوماتيك لو بروتينوريا يعتبر سيفير regardless للبلد بريشر. وين ذا بيشنت اباوت ذا سيمبتوم، نقول اذا صار عندك هيديك بجاستريك بين نوزيا ديستيرب فيجن وي هاف تو سيك ادفايس، اكسترا ريست سولت ان مودريشن، وال ميجرمنت هي 1 تو 2 بير ويك بلاد بريشر، وريجولر تشيك الويت. ويت مهم ليش؟ لان هي ايرلي فيتشر اوف اديما راح يكون ويت جين. زين، ويكلي انفستيجيشن، هذا الاوت بيشنت اللي حكينا. هسه نجي للان بيشنت. ان بيشنت سيفير هايبرتنشن نو سيت اوفر 110 اور لس بات سيجنفيكانت بروتينوريا. زين، سيمبتوماتيك بيشنت اف ذير از كومبليكيشن. يعني ايش راح تكون اذا كان هايبرتنشن سيفير هذا الليفل مالته، او اذا كان عندها كومبليكيشن مثل كانت فيت، او اذا كان عندها بروتينوريا، او اذا كان سيمبتوماتيك اجت المريضه بجاستريك بين اعتبرها هذا سيفير ادمشن. 4 اور بلاد بريشر كل اربع ساعات اقيس البلاد بريشر، 24 اور يورين كولكشن فور بروتين، ديلي يورين اناليسيس، ديلي فيتال اسسمنت وذ سي تي جي، ريجولر بلاد بريشر تيست 2 تو 3 بير داي بير داي، دوبلر and doubler study to the baby يعني والفيتر. فانا من دخلت المريضه وهي سيفير هايبرتنشن ايش راح اسوي؟ اول مره تشارت مالتي اعرف ايش يقيس البلد بريشر، يورين كولكشن اناليسيس وفيتال اسسمنت، يعني فيتال ان مثلا اسسمنت. نجي النقطه الثانيه لازم ابدي لها تريتمنت انت هايبرتنسف. شوف هذا اللي عندي الاربعه انت هايبرتنسف نستخدمهم، لابيتالول الفا ان بيتا ادرينرجيك بلوكر فيو سايد افكت افويد ان اسما، اي في لابيتالول مثل ما قلنا يمكن نستخدمه كامرجنسي اذا كان سيفير، او ممكن اورال. هو الفيرست لاين، بس مشكلته شنو؟ كوست افكت ما موجود، يعني كل شوي يعني الكوست مالته غالي ومو دائما موجود. مثل دوبا سيف اند فيو سايد افكت اورال يوز. مثل دوبا تشوفون هسه الاستعمال الوحيد مالته بالنسائي بالبريكلامسي. ليش؟ لانه سيف ديور ويك انت هايبرتنسف، فاهل الباطنيه ما يستخدمونه، وممكن نحتاج نوصل دوز عالي. طبعا دوزات ما مطالبين منها ما عدا مثل دوبا لان هو كمان هي الحبايه مالته 250 ملي جرام. ممكن المريضه نوصل اب تو 3 جرام اللي هو الدوز مالته، يعني ممكن تاخذ المريضه 3 × 4 يعني اربع مرات باليوم كل مره 3 حبايات. نفيدبين سكند، هسه نفيدبين هذا يعتبر سكند لاين، كالسيوم شانل بلوكر، مشاكل تك كارديا هيدك فلاشي سايد افكت، يوز ان سكند لاين تريتمنت. هو سيف طبعا، بس انا عندنا اربع ادويه ممكن اي نبدي باي واحد نوصل ماكسيموم دوز ما صار ريسبونس نستخدم الثاني. هاي سايد افكت مال هيدرالايزين تكارديا هيدك دياريا. وين نستخدم اكثر شيء؟ نستخدمه كانفوجن بالاكيوت سيفير هايبرتنشن. Indication of delivery in preeclampsia. احنا مرات بس دخلنا المريضه سوينا لها تشارت سوينا لها كنترول، يمتى نقول هاي المريضه لا we have to terminate pregnancy regardless gestational age. اول شيء اذا ترمي pregnancy termination severe uncontrolled hypertension despite maximum recommended dose of 2 antihypertensive. يعني المريضه اعطيناها اول دوز مثلا مثل دوبا وصلنا ل 3 جرام، اعطينا لابيتالول او اعطينا كالسيوم شانل بلوكر وصلنا ماكسيموم دوز ما صار ريسبونس we have to terminate. Hemolysis with thrombocytopenia and elevated liver enzyme. زين هاي ام انديكيشن. Progressive symptom يعني انا دخلت المريضه ونوت ريسبوند with this treatment management. هذيك visual disturbance and gastric pain. هاي نسميها imminent eclampsia. يعني اقول المريضه اذا بقت راح تصير eclampsia. Pulmonary edema, indication of termination. Renal complication with oliguria, eclampsia, indication of termination. Fetal distress. اللي هي diagnosed by biophysical profile non stress and doubler. فصار عندنا fetal and maternal indication. maternal هي a complication او uncontrolled blood pressure 2 treatment او progressive symptom. fetal راح يكون هي fetal distress. وطبعا اذا term pregnancy هي indication.
هاي هنا قلنا هاي هي خلاص الجسم هاي حكينا. بس صار عندنا الاوت بيشنت مايلد تو مودريت اللي هو ما عندهم بروتينيوريا ولا عندهم سيمتوم. الان بيشنت راح يكون اذا كان بروتينيوريا، اذا كان سيمتوماتيك، اذا كان سيفير هايبرتنشن. ادمشن مو معناها ترمينيشن، ادمشن معناها كنترول، ممكن كنترول ونطول البريجنسي لحد ما نوصل اكسبتد ماتشوريتي، وممكن ديفلوب كومبليكيشن او اكلامسيا اند نيد تو ترمينيت. سؤال حتى هنا؟ واضح هسه الشباب؟ واضح ان شاء الله. ان شاء الله. يلا ان شاء الله خير. هاي المحاضره خلصت ان شاء الله، هي محاضرتين تعتبر يعني، قلت لكم من اهم المواضيع لان هو كومن ديزيز، فركزوا عليها بالفاينل ان شاء الله. يلا شكرا جزيلا، موفقين، مع السلامه.